اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الرجال، انا بس هحيد شويه واروح للسيدات كمان فرصه واحنا ماشيين، انه حضرتك شفت طالما احنا رايحين ننافس على مستوى افريقي في كره اليد سيدات واصرار كبير ان احنا نشارك، وبصراحه الحمد لله حتى الان احنا ناجحين في ده وبنتقدم، حضرتك اصريت ان يكون في عقود لفريق كره اليد قبل حتى ما اتحاد اليد يلزمنا بذلك. رؤيه حضرتك في الموضوع ده كانت ايه؟ احنا لما جينا كان العقود بتاعت فرقه كره السيدات كره اليد بالذات كانت ضعيفه جدا بالنسبه حتى للطايره والباسكت. نعم. وكان في اتجاه من قبل كده ان هو ان العقود دي تتزاد، يعني تزيد. تمام. لكن بصراحه لما جه المهندس خالد العوري، عشان برضو يعني ننسب الفضل لكل واحد، هو اللي حارب ان هي تبقى يقرب شويه المسافات بينهم وبين وده طبيعي الفرق التانية. يعني فرق بطل مصر وبتاع ده طبيعي. كابتن خالد كانت رؤيته سليمه 100%. ده يعني ادى اريحيه كتير للعيبه، بقى في حاجه عندهم، يعني حاسين ان الاداره دي او الناس اللي جايه دي بتعمل حاجه للفرقه دي. ويمكن ده شفناه نتيجته في بطوله افريقيا اللي كانت في مصر. كان في الناس كانت بتلعب ازاي، والحماس اللي كان موجود للفرقه والى وقتنا هذا، يعني هم بيبذلوا المجهود جدا وعندهم رغبه ان هم يحققوا نتيجه محدش حققها قبل منهم. وان كان دوت ما زال لسه مش كفايه، يعني محتاجين مجهود اكتر عشان نوصل اللي احنا عايزينه، ان احنا نبقى بننافس على بطوله افريقيا. هيحصل ان شاء الله بالسواعد سواعدكم وبالتخطيط الصح وباصرارهم هم طبعا. يعني الموضوع طبعًا في ايديهم هم، اولا لازم يكون هم عندهم من جواهم مقتنعين ان هم يقدروا، عشان يقدروا يحققوا الكلام دوت ويبذلوا المجهود المناسب اللي يساعدهم ان هم يحققوا الكلام ده. كابتن ياسر، حضرتك لما جيت في بدايه الموسم او يعني في بدايه اختياراتك اول ما حضرتك توليت المسؤوليه، اخترت كابتن محمد عادل زوله كمدير فني للسيدات. كابتن محمد شغله كنت طول عمره مع الرجال، وهو راجل معروف عنه تمرينه القاسي وشغله البدني القوي والفنيات القويه. وجهه نظرك ايه؟ ما كنتش قلقان ان هو يبقى مع الرجال وبعد كده يروح للسيدات؟ كان ممكن نظرك ايه في الموضوع ده؟ الحمد لله التجربه نجحت وبطل دوري وكاس حتى الان، وافريقيا ثالث، وحتى افريقيا الابطال خدنا رابع ولكن خسرنا من انجولا هدف. يعني حتى الان كابتن محمد زولا من وجهه نظري انا كمتابع هو ناجح، بس وقتها ما حدش كان عارف الغيب. وجهه نظرك ايه في اختيار كابتن محمد عادل زولا؟ انا اخترت يعني محمد عادل في الفتره ديت من نواحي فنيه اكتر منها ان هو كان مدرب رجال. هو اشتغل شويه مساعد مع كابتن اشرف شكري كمان الله يرحمه في فتره من الفترات، ولكن هو كان عنده فكره عن السيدات برضو الى حد ما. طبيعي. يعني فانا كنت شايف ان هو انسب واحد فنيا وكشخصيه يقدر يسيطر على المنظومه ديت، وخاصه يعني السيدات بيبقى ليهم معامله خاصه. صحيح طبعا. وهو عادل برضو من نوع زي ما هو عصبي شويه، ولازم هو يخف العصبيه دي شويه. بس جميل ده، ولكن دمه خفيف، بيعرف يلم، يعني بيعرف يتعامل مع الفرقه بشكل كويس والجهاز بتاعه. فنتمنى ان هم ان شاء الله يعني في الفتره اللي جايه كهو كجهاز وكلاعبات وجهاز طبي والكلام ده كله يكونوا كلهم متعاونين عشان نقدر نحقق الإنجاز اللي احنا عايزينه إن شاء الله.